طيب ايه رأيكم كده نروح ونطمن على حالة الطقس النهاردة؟ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. روحوا تتعرف على بعض درجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية. نبدأها طبعا من القاهرة، النهاردة العظمى سجلت 22 والصغرى 14، الإسكندرية 22-12، الإسماعيلية 23-15، الغردقة 26-17، أما المنيا 23-10، سوهاج 25-14، وفي الآخر عندنا أسوان 27-14. أما بقى عن درجات الحرارة في بعض المدن والعواصم العربية والعالمية، نبدأها من الرياض العظمى 26 والصغرى 16، أبو ظبي النهاردة 26-23، أنقرة 12-5، لندن 8-6، أما واشنطن 8-1، عندنا باريس 8-3، وفي الآخر بكين 8-5 تحت الصفر. دي كانت درجات الحرارة النهاردة.